سامعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صباحكم أمل الذي يأتيكم دائما على إذاعة الأمل. اللهم عطر صباحي وصباحكم براحة البال ونسمات الإطمئنان، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا يا الله يا كريم. اللهم في هذا الصباح ارزقنا خير الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لنا كل أمر نخاف تعسيره يا أرحم الراحمين. إذن لكم تحية فريق العمل لهذا اليوم، في الإشراف العام والمتابعة الأستاذ الشريف محمد، في الإعداد والتقديم مصعب حسين وإمام محمد، في المونتاج آمنة خليفة. صباح الخير عليك يا مصعب وعلى جميع المستمعين. صباح النور عليك يا إيمان. وحلقتنا لهذا اليوم حنتكلم فيه عن وقت الفراغ وأهمية استغلاله. أكيد يا مصعب، لازم نحن كلنا نستغل وقت الفراغ ده، وما علينا إلا نرتب فيه أوقاتنا وننظم فيه كل أمورنا، وما نهدره أو نضيعه بأمور ما بتنفعنا. المهم نستغله بأفضل الطرق والأساليب، وما ننسى إنه نحن مسؤولين أمام ربنا عن كل دقيقة تمر من حياتنا. يا عزيزي المستمع، الوقت من الأشياء المهمة في حياة الإنسان والذي لا يعوض ولا يمكن أن نسترجع ما مضى منه. نعم يا مصعب، زي ما أنت قلت لازم نستغل الاستغلال الأمثل، وخاصة ونحن الآن في الحظر المنزلي أكيد بيكون عندنا وقت فراغ كبير، لازم نحن نستثمر الوقت ده في أي عمل عشان نستفيد منه أثناء الحظر وما بعد الحظر. فخلونا دائما نحاول نستغل كل ثانية بعمل كل ما هو مفيد حتى لا نندم فيما بعد. وأيضا يا عزيزي، أنجز أي عمل في الوقت المحدد له، وده بساعدك على تسهيل المهامات اللي أنت عايز تنجزها فيما بعده. وأيضا يا إيمان، هنالك مقولة بتقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فيا عزيزي، هذه المقولة لها دلالة كبيرة على أهمية الوقت الذي إن لم يتم استغلاله بشكل أمثل يذهب ولا يرجع. فالوقت لا ينتظر أحد، لأنه من الأشياء التي لا يمكننا التحكم فيها، فيجب علينا أن نستقله الاستقلال الأمثل. عزيزي، لابد أن يشمل الجدول اللي أنت وضحته ضروريات الحياة أو أساسيات الحياة اليومية مثل التغذية والنوم والنظافة، هي كل حاجات بتساعدك في احترام جدولك وتنظم لك وقتك بالشكل الأكبر. هناك يا عزيزي بعض الأشياء التي قد تساعدك في استغلال وتنظيم وقتك بشكل صحيح. أولا، استيقظ مبكرا واستقل يومك من بدايته لكي تستطيع أن تنجز أكبر قدر ممكن من الأعمال. وأيضا يجب علينا أن لا ننسى أن الإنسان سوف يحاسب على كل لحظة من عمره، عشان كده علينا المحافظة بالوقت للفوز بالجنة عند الحساب، وفي الوقت ده لا ينفع الندم على ما فات من وقت. فيا عزيزي، قم بوضع جدول زمني وسجل كل الأفكار والأنشطة التي ستقوم بها لمدة أسبوعا كاملا، واكتب خطتك اليومية في قائمة المهام، وكل ما انتهيت من مهمة قم بشطبها، وتأكد تماما أن أي إنسان ناجح لديه خطة يومية. هنالك الكثير يا مصعب بيقولوا عندنا وقت فراغ كبير، وفي نفس الوقت هم بشعروا بالملل من روتين الحياة. طيب نحن من هنا بنقول لهم، أي زول عنده وقت فراغ وبشعر بالملل، عليك كل ما تنتهي أو تنجز أي عمل طوالي أبدأ بأي حاجة بعد العمل اللي أنت عملته، بحيث أنك تستفيد. وكمان نذكرك إنه كل العلماء والمفكرين والناجحين ما كانوا بضيعوا لحظة من أوقاتهم، كانوا بيقتنموها على أكمل الوجه. عزيزي، الوقت يعد بمثابة عمر الإنسان، وكل يوم يذهب وينقضي منك يؤخذ من عمرك. لذلك يجب عليك أن تستقل وقتك على أكمل الوجه عشان تحقق لنفسك السعادة في الدنيا والآخرة.
يمكن لحواء أن تستغل وقت الفراغ وهي في المنزل من خلال تعلم الحرف المنزلية مثل الطهي وكيفية إعداد وجبة معينة وتصنع المخللات والجبن وأشياء كثيرة. يا إيمان، نجد أن هنالك مظاهر عدم الاهتمام بالوقت، ما يمكن رؤيته عند إمضاء بعض الناس أوقاتهم في الشوارع والطرقات والمقاهي، وكمان استخدام مختلف مسائل اللهو واللعب، وهذه كلها لا تعود عليه ولا على المجتمع بأي من المنافع. وأخيرا، يمكنك يا عزيزي أن تشغل وقت فراغك من خلال تطوير مهاراتك، وهي أكيد بتختلف من شخص لآخر. فصناعة المجوهرات وتعلم الرسم وتصميم وقراءة الكتب وكتابة القصص وغيرها، فهذا جزء من المهارات يمكنك يا عزيزي الاستعانة بها. إيمان، نحن خلاص في خواتيم حلقتنا لهذا اليوم، في أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد بإذن الله. بالتأكيد بإذن الله سنلتقيكم في كل يوم أحد. كان مشرفا لهذا البرنامج الأستاذ الشريف محمد. لكم تحياتنا مجددا، في الإعداد والتقديم مصعب حسين وإيمان محمد، والمونتاج آمنة خليفة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.